يا أخي، هاي البنت بتضل عم تلحقك. ها مين قصدك؟ فاطمة؟ هو صح قلت عنا حسن صبي، بس حابب اتعرف على وشها لنعرف الأميرة. لا مو هيك القصة، قلت لك أنا فاطمة. فاطمة عثمان؟ ليك أخي، بتعرف أي شيء عن فاطمة؟ مين أبوها أو أمها؟ ليك شفت الزلمة اللي هون؟ اللي ورا؟ أي زلمة؟ اللي لابس أزرق. إيه معلوم. ما عرفته؟ عرفته، اسمه بكر. فاطمة هي بنته الوحيدة، بيشتغل عند العالم، وعندك أمها لفاطمة بتشتغل بالخياطة، يعني عائلة عقدن، يعني هن عايشين من قلة الموت يا أخي. يا دوب عم يأمنوا أكلن وشربن يا جميل. البنت كتير فقيرة، هي وأهلها منتوفين، لهيك عم تلحق كل هالوقت. بدها تاخذ شي شاب غني هالبنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أخي ما عندكم خبز؟ هل عنا يا أخي؟ ما عنا. أخي امشي لقلك، بتنور بيتنا بتاكل لحتى تشبع، نقسم أكلنا بالنص. بس وضعكم مثل وضعي يا أخي. لك قوم يا أخي بلا حكي، تعال الله رح يرزقنا بعدين، مو مشكلة. داود بده يعني نعمل العرس بأسرع وقت، مع أني بدي 3 أيام لأفتح السرر وأفرض اللي فيهن. روحي عالضيعة جيبينا كم وحدة تساعدنا. حاضر مدام. خيرية عمهلك، جيبي صبايا صغار، هدول بيكونوا أنشط، همتهم أكبر، ما بدنا نسوان كبار. وكمان جيبي شي وحدة تكون تفهم بالخياطة. ما تاكلي هم مدام. اشتريت اغراض كتير زيادة عن حاجتنا. يا بنات تعالوا لعندي لو سمحتوا، حدا بيفهم بالخياطة؟ لا انا ما بعرف. وانتي؟ وانا ما بعرف. انا بعرف. فاطمة بعرف كل شي عن الخياطة، حتى أمي خياطة. أنتي بتكوني بنت الخياطة السحر؟ ممتاز، من وين الله بعت لي ياكي هلأ يا بنتي؟ تعالي تعالي فوتي، استني بدي بنت تانية معك. ناريمان هي كمان بتعرف بالخياطة. شو عم تحكي؟ اتمام ممتاز، تعوا معي أنتو التنتين. يلا امشي لا تعندي. لا تحرجيني فاطمة، ليش هيك عملتي؟ ما بعرف، يلا تعين فوت. خلص روقي. منيحي اللي طلعتوا بتفهموا بالخياطة، لأن المدام قالت لي إنه بدها بنات بيفهموا بالخياطة حتى يساعدوها. إيه بخيط، بدكن ترقعوا شي؟ حبيبتي لما ينشأ شي عنا نحنا ما منخيطه. هاد بيكون قصر داود بيك، شو ما بتعرفي؟ تيابي اللي بتنشأ عنا من كبة. معناتها ليش بدكن يانا؟ لأن جميل رح يتجوز، وبدكن تحضروا له غرفته مشان ليلة الدخلة. فاطمة أي يلا لنبلش، ليه واقفين عندكم؟ نحنا بتعرفين جايين. فاطمة أختي خلينا نروح.
ها؟ رجعتي يا خيرية؟ ايه يا مدام، هدول البنات اللي معي بيفهموا بالخياطة يا مدام، واحدة منهم بنت الخياطة سحر. ايه ايه منيح، برافو عليك. تعالوا افتحوا هالسرر يا بنات، وانتبهوا لما تفردوهن ما بدي شي يتوسخ، ولما تخلصوا فيه بالصندوق فستان عرس بتفتحوه بتطلعوا على مهلكن، وخيرية بتساعدكن كمان. ايه تمام؟ فهمتوا علي؟ ايه شو ما عم تسمعوا؟ ايه ما تاكلي هم، فهمنا منيح. يلا يلا بلشوا شغل. حلو كتير مو هيك؟ رح يتجوز من سلوى بنت حسين بيك، لهيك طبعا لازم يكون كل شي جديد بجديد ويليق فيهن. يلا يا بنات خلونا نبلش الشغل. خلاص بدك تتزوج هلأ يا جميل؟ شو لقيت الملاك تبعك؟ خلاص رح تروح؟ مع الأسف كان مصير المسكينة فاطمة إنه تحس بكل هالوجع، هالوجع اللي ما بتتحمله جبال. هذا قدر للبنت، الله هيك كاتب لها إنه تكون عم ترتب تخت حبيبة جميل وعرسه. كانت عم تضل تبكي وقتها على مصيرها وحظها التعيس. هي قضتها بكي على فرشة جميل وقتها لحتى تعبت. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.